طبعا بايدن كان عايز يعلن خطه الوقف اطلاق النار. بايدن قبل ما يمشي عايز يقول انا عملت حاجه، فالنهارده بيقاتل عشان يوقف اطلاق النار، لان يوم 5 نوفمبر خلاص بقى ليك يوم عايز يقول انا عملت حاجه. عمل خطه من قبل ثلاث مراحل، وجاء مدير السريه مع عباس كامل وقعدوا في مصر ينفذوها، ولكن نتنياهو لا يريد السلام. نتنياهو لو حصل سلام عنده حاجتين، هيتحاكم لان بعد 10 اشهر النهارده ما نفذش هدف من الحرب، وعنده ثلاث قضايا